مساء الخير، مساء النور، مساء الكفاح، مساء النجاح. اهلا ومرحبا بكم في اولى حلقات برنامجنا الحياه كفاح. في بدايه الحلقه هرحب بالساده الضيوف، استاذ احمد محمود والسيده صفاء سيد حرمه. استاذ احمد ليه قصه هنتعرف عليها دلوقتي، وعنوان حلقتنا النهارده سقوطه من الطابق الخامس جعله فنانا تشكيليا. هنعرف ازاي من استاذ احمد. شرفتنا ونورتنا يا استاذ احمد واستاذه صفاء. اهلا وسهلا بكم، احنا سعداء بكم جدا وسعيد باسره البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتعرف منك ايه اللي حصل معاك. اللي حصل معايا يعني في الحادثه يعني اللي هي مثلا شلل وكده، وان يعني حضرتك كنت شغال ايه الاول؟ انا كنت شغال نجار مسلح وجات من الدور الخامس. والحمد لله حصلت لك الاعاقه. الاعاقه ايه بقى؟ حصلت لي الاعاقه شلل نصفي. حصلت لي الاعاقه شلل نصفي. بعد كده بقى ايه اللي حصل بعد ما حصل لك الاعاقه؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصلت ان يعني اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتديت في حياه تانية غير الحياه خالص اللي انا كنت عايشها الاول. يعني بقت دلوقتي انا مهنه النجاره سبتها، ابتديت ان في جبت تريسيكل اشتغلت بيه. برافو. لان انا ما ينفعش ان انا اعرف، ما مش مؤلف على القعده اصلا. وطبعا يعني قررت ان انت تكافح، ما استسلمتش لاعاقتك وقعدت في البيت. لا لا لا، انا ما استسلمتش لاعاقه، قلت الرجلين يجي مكانها عكازين والحمد لله. وابتديت ان انا يعني اشتغلت بالتريسيكل شويه، وبعد كده الدكتور منعني قال لي لا ما تشتغلش بالتريسيكل عشان بيعمل لك يعني نقدر نقول الحادثه دي غيرت مجرى حياتك. حضرتك كنت نجار مسلح وبعد كده اصبحت سائق للتريسيكل، وبعد كده ابتديت ان انا اشتغل في الهوايه بس الفضل كله. بعد التريسيكل ايه اللي حصل او قبل الهوايه؟ بعد التريسيكل اشتغلت انا ان انا عندي هوايه النحت دي. قلت يعني ايه اللي وجهك؟ يعني اللي وجهني الفضل كله يرجع لاولادي ومراتي، ان انا لما بيشوفوني عمال اعمل في شغل وكده. فيخلوك تركت يعني يعني كان بمزاجك انك تترك انك سائق تريسيكل ولا حصل حاجه؟ لا، هي التريسيكل الدكتور هو اللي قال لي عشان قرحه مش هينفع انك انت تركب تريسيكل. يعني دي يعتبر بدايه قصه كفاح تاني. بدايه قصه كفاح تاني. التريسيكل انا اشتغلت عليه حوالي 3 سنين بعد الحادثه. وبعد كده لما الدكتور امر ان انا ما اشتغلش على التريسيكل عشان خاطر القرحه قلت خلاص. طبعا يعني رجعت بقى لان انا كنت قاعد في البيت بقى مش عارف اعمل ايه. ابتديت ان انا اشتغل بالخشب واعمل تحف. طب هنكمل معاك في الهوايه بتاعتك، بس شركه الكفاح بقى استاذه صفاء، لما حصل الاستاذ احمد وتغير الواقع بتاعكم ان هو كان نجار مسلح وبعد كده اصبح سائق تريسيكل، حتى بعد التريسيكل حصلت له مشكله والدكتور منعه، يعني قعد في البيت بامر الدكتور بتاعه. كان ده كله بقى ايه تاثيره عليك؟ حضرتك بتشتغلي الاول؟ لا، يعني قبل العقم. طب بتشتغلي دلوقتي؟ بدات ان انا اغير من حياتي برده عشان اولادي وجوزي واسرتي. بدات ان انا اساعده واكافح معاه واشتغل عشان اولادي وبيتي. يعني انت طلعتي للعمل عشان بعد اعاقه استاذ احمد وبعد ما قعد من التريسيكل. طبعا ما فيش دخل كده لاولادي، هدمر بيتي وعيالي وجوزي. فهو ما كانش ذنبه حاجه في الاعاقه، الاعاقه دي بتاع ربنا. هو ما كانش مخليني محتاجه حاجه الاول وكده، فاضطريت ان انا اطلع عشان بيتي. المساعده مش وحشه والمشاركه مش وحشه. لا طبعا، حضرتك محترمه. يا رب يخليك. نرجع لاستاذ احمد، موهبتك ايه؟ النحت. بتنحت على ايه بقى؟ بنحت على خشب وبنحت على حجر وبنحت جدران، شغل جدران برضه في العين. طب الهوايه دي كانت عندك من امتى؟ يعني مثلا الاعاقه اللي طلعت عندك الهوايه دي، ولا انت اصلا كان عندك الهوايه من زمان بس علشان شغلك كنت مهمل فيها؟ وبسبب الاعاقه مثلا اللي جعلتك فنان تشكيلي زي ما قلنا في الاول. هي كانت هوايه معايا من صغري ودايما كنت بعمل الشغل ده كده، بس يعني مش لدرجه ان انا اتعمق فيه. العاقة او الابتلاء اللي انا ابتليته خلاني اتعمقت في
يعني حسيت ان هو خلاص هي فكره ان انت تبقى فنان تشكيلي جات لك بعد حادثتين. بعد حادثتين. يعني قررت ان تبقى خلاص تبقى فنان تشكيلي وموهبتي خلاص اللي كانت موهبه الاول او كانت يعني هوايه انميها بقى وتبقى هي خلاص مهنتي الاساسيه. ابتديت ان ابتدي انحت بقى. ابتديت ان انا اشتغل في النحت واعمل التحفه ويعني ادي اقول لاولادي رايكم ايه؟ رايكم ايه في دي؟ طب حضرتك حاسس ان دي يعني ده فضل من ربنا الاول ان يعني انت تبقى طبعا. في حال وتروح لحال تاني وبعدين يتبدل الحال بحال تالت. نعمه من ربنا. ده نعمه من عند ربنا. الحمد لله. ومفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا طب عايز اسالك سؤال. اتفضلي. ايه اكتر حاجه بتحب تنحتها؟ اكتر حاجه بحب انحتها اللهم صل على حضره النبي. بالراحه. تاريخ مصر وحضاره مصر يعني اقدر اقول مثلا الحضاره الفرعونيه. الحضاره تستهويك اكتر انك تقعد تنحتها سواء على الحجر او الخشب ولا في حاجه معينه؟ لا على اي حاجه تكون يعني اي مثلا خشب او حجر او حجر بتنحت. تماثيل فرعونيه. انا فخور جدا ان انا مصري وطبعا كلنا فخورين ان احنا مصريين طبعا. اجدادي كلنا فخورين احنا مصريين. دول اجدادي ولازم الواحد يفتخر بيهم ويعملهم ويعمل لهم نموذج. طبعا من شغلنا. والحمد لله انا بحمد ربنا واشكر ربنا على النعمه اللي اعطاهاني ربنا برضو والصبر من عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي الرياضه برضو الحمد لله. في الرياضه الحمد لله. لسه اقول لك عندك مواهب يعني موهبه تاني غير بقى طبعا دي اصبحت مهنه دلوقتي. دي اصبحت مهنة بس في بقى موهبه تاني دي الرياضه بقى. انا بلعب رمح وقرص وطالع التلات على مستوى الجمهوريه والحمد لله. يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل. طيب في حد مسؤول كرمك في مجال النحت؟ لا ما فيش حد مسؤول كرمني في مجال النحت. طب في مجال الرياضه مثلا؟ في مجال الرياضة البشمهندس شريف كان محافظ بني سويف هو اللي كرمني على في مجال الرياضة. في مجال الرياضة. لكن لسه قصة كفاحك بقى مع شغل النحت لسه. لا قصة كفاحي دي مع شغل النحت ده لسه يعني ما تشرفتش بحد يكرمني أو ويكافئني بالشغل هذا. وفي المجلس العربي الدولي لحقوق الانسان والتنميه المستشار احمد كمال اكتشف برضه الموهبه دي ووصلها للمسؤولين لان وصلت ل اللهم صل على حضره النبي لدار الاوبرا المصريه بس. وكان الرئيس كان هيفتتح المعرض. وطبعا الوباء اللي جاء بسبب جائحة كورونا. دي على الكل يعني معلش. انا كورونا دي انا هعملها نحته كده عشان اقول لها انت اخرتيني قوي قوي. هنستنى منك على فكره التمثال هتعمله. شوف هتصور كورونا دي ان هي ايه اصلا. ده انا طبعا اكيد اكيد طبعا. استاذه صفاء انا كنت في اشتياق ان انا اشوف الرئيس ان شاء الله. بتحسي بقى مثلا بمشقه وبتعب طبعا انت ما كنتش بتعملي وبعدين خرجتي للعمل من اجل مثلا انك تحيي حياه كريمه انت واولادك وجوزك طبعا والظرف اللي حصل له. وانت المعاناه بتاعتك دي بتحسي بيها ازاي؟ كلميني عنها. وانت خارجه كده للشغل الصبح ما كنتش متعوده وانت راجعه مثلا اخر النهار كلميني. يعني اصلا الحياه زي ما قلت كده يعني اختلف. اتبدلت. يعني انت كنت مثلا كان في حال وبعدين اصبحتي في حال تاني. اتبدلت بس انها برايي انا وباشتياجي انا لحاجه لبيتي وسعيده ببيتي وعيالي فما فيهاش تعب. ان انا مخليه بيتي مش محتاج حاجه ومساعده جوزي ومساعده عيالي. فمش حاسه منها بتعب الحمد لله يعني. الحمد لله. حاسه منها بفرحه وبهجه وسرور ان طول يعني ما بيتي يعني انت فرحانه بقصه كفاحي. الحمد لله. ما بعانيش من اي حاجه الحمد لله. الحمد لله. ما بعانيش من تعب ولا حاجه. فخوره بجوزك يا استاذه صفاء؟ طبعا. هفضل فخوره بالعمر كله. ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. جوزي معايا. معايا كام الاولاد؟ معايا اربعه. ربنا يخليهم. يا رب يخليك. رب يخليك. فرحانين طبعا بوالده. اكيد طبعا اكيد وبيتبهروا بيه اكتر لما بيشوفوا حاجات زي كده. استاذ احمد المحنه اللي انت عديت بيها دي انت ما كانش عندك اعاقه.
واصبحت عندك الاعاقه ومريت بكذا حاجه، المحنه دي انت اتعلمت منها ايه؟ يعني ايه اللي شفته في المحنه ما كنتش شايفه قبل كده؟ ايه اللي المحنه الدرس اللي انت اتعلمته؟ طبعا هي دروس، قول لي كده اتعلمت ايه لو سمحت. على ايام ما انا كنت سليم كانت كل الدنيا كل اللي قدامي حواليا بشوفهم كويسين وحلوين، ما شفتش يعني ما كانش فيه التفات او تركيز ان انا اعرف صاحبي من اخويا من 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 اللي ليا اذا كان بيحبني قوي او لا. المحنه دي الابتلاء اللي حصل لي ده خلاني عرفت الاخ والاخت وابن الاخ وابن الاخت، وعرفت الصاحب صح، ان عرفته مع يعني عرفته على الحقيقه، عرفت مين اللي بيحبني ومين اللي كده، وعرفت فعلا اللي واقف جنبي، وعرفت هي الازمات بتبين الناس. طبعا الابتلاء والازمات دي بتخلي بتكشف لك مرايه، بتكشف لك عالم جديد تاني، يعني زي عالم جديد كده بتكشفه لك من جديد تاني. يعني الازمه قالوا انت فتحت عينيك على حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. كان كله حبيبي 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 حبيبي، مش شايف حد. اما دلوقتي بانت دلوقتي بقت احسن طبعا. طبعا بقت احسن الحمد وبانت لله. بقى بان الحلو وبان الوحش الحمد وبان ده لله. وبان اللي وقف في شدتي وبان اللي ما وقفش. الحمد لله يا استاذ احمد. الحمد لله. عايزينك بقى تعرفنا على التماثيل وتقول لي النحت خشب ولا، عشان الساده المشاهدين، النحت ده على خشب ولا حجر، وتقول لي فكره التمثال ده. اول تمثال عندك كده فكرته ايه؟ ده فكره التمثال ده منحوت ايه الاول؟ ده فرعوني خشب. ده خشب. خشب. عملت يعني انا ما جبت في الاستوديو يعني حاجات بسيطه. طب ممكن نمسكها بس عشان نشرح عليها للساده المشاهدين. جبت حاجات بسيطه في الاستوديو. ده نحت خشب تمثال فرعوني على استاذ احمد، نحته خشب. وقالوا لنا بقى ايه الفكره بتاعته، يعني انت كده جات لك الفكره ازاي؟ من حب في مصر. ممكن توري بس توجهه للكاميرا. ده من حبي وشدتي لمصر، ان اول حاجه ان انا اشتغل فيها واعمل فيها. ممكن ترفعها فوق بعد اذنك. كده باينه قدام الكاميرا. اعملها خليك زي ما انت بس احمد واشرح عليها. اوكي. دي حضرتنا. يعني من حبك في الحضاره الفرعونيه. من حبي في الحضاره الفرعونيه. فقررت تعمل التمثال الفرعوني. وقررت اعمل التمثال الفرعوني. طب ممكن نقول فكره التمثال ده كده ايه؟ ده ارفع اتفضل. ده فوق التمثال ده. كده واضح للكاميرا. التمثال ده للاستاذ وائل المبراشي. طب ممكن اوريه الكاميرا كده. اوكي. الاستاذ وائل المبراشي من شده استاذ وائل المبراشي الاعلامي الكبير، بنوجه له تحيه من برنامجنا حكايه كفاح. الحياه كفاح. من شده اعجابي بالبرنامج بتاعه وانجازاته في البرنامج، ويعني فقررت انك تعمله تمثال. يعني حبك في استاذ وائل الابراشي قررت انك تعمله تمثال. يستحق طبعا. يستحق طبعا. بنقول كل التحيه من مكاننا هنا. تمثال ليه؟ لان ده نحت ايه بقى؟ ده خشب برضه. خشب برضه. خشب. انواع الخشب يعني ده موسك. ده احنا هنتكلم في دي بعد كده، بس تشرح لي بقى التمثال ده ايه؟ ده كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود. بنوجه له التحيه برضه من مكاننا هنا. ده كابتن محمود. من الصحه والجمال برنامج الحياه كفاح. كابتن محمود الخطيب. ده كابتن محمود الخطيب. طبعا يعني اللي ما مش عايز. طب الفكره بتجي لك منين بتاع التمثال؟ يعني انت مثلا قلت لي في الاول التمثال الفرعوني عشان بتحب الحضاره الفرعونيه. بعد كده اتكلمنا عن الاستاذ وائل الابراشي، من اعجابك بيه شديد اعجابك بيه شخصيته وبطريقته في كل حاجه. واعلامي كبير طبعا، فعملت التمثال. كل تماثيلك كده ولا ممكن تعمل حاجه مش مرتبطه بحد؟ يعني عشان اعمل حاجه مش مرتبطه بحد. مش مرتبطه. بيبقى فكر زي دي كده. دي ايه؟ ممكن تشرح تمسكها كده للكاميرا تشرح لنا كده عليها. دي لام. دي برضو نحت على الخشب. دي طفلين. الام شجره. الام بصراحة شجر. الأم كل حاجة يعني. تطرح وتصفح. هي الأساس. يعني أنا من مكاني ده بوجه تحية لوالدتي إن هي ساعدتني، مع إن هنخرج بره موضوع الحلقة، بس أنا بوجه لها تحية. أو الأميرة كفاح خلي بالك.
دي طبعا كان قبل العيد الام ب 15 يوم. خليك ماسكها واحنا بنشرح عليها، اتفضل. قبل العيد الام ب 15 يوم بنتي انا بتقول لي انا مش عارف يا بابا اجيب لمامتي ايه. بقول لها ليه؟ عيد ميلادها. قالت لي لا، عيد عيد الام. الام. قلت لها طيب خلاص. كان احنا طبعا مش هنعلق على عيد ميلاد عشان لازم تبقى عارف، انا بهدي النفوس، لازم تبقى عارف استاذه صفاء عيد ميلادها امتى يا استاذ احمد. طبعا طبعا. لا يعني يعني انت بتقول لها ايه يعني؟ مش فاهمه. فاجئتني انا، عارف انا بهدي النفوس. حافظ حافظ. لا 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 هنعديها هنعديها. اتفضل. طبعا نرفعه كده عشان الكاميرا. عملته طبعا التمثال ده. دي شجره وجواها طفلين. جواها طفلين. يعني بقول عليها ده فكره ان الام شجره. الام كل حاجه. انا بعيد تاني وبوجه تحيه لكل الامهات في كل طبعًا. مكان الام فعلا كل حاجه. وبالنسبه طب ممكن نشوف دي. دي عروسة يعني ملكانة بتقسيمة الجسم، وبنت يعني طالعة للحياة وطالعة للدنيا. و بتلاقي صعوبة لما بتجيب المواد الخام؟ بتتأمل يعني مثلا عايز حجر معين، ممكن تقولي بقى أنواع الأحجار اللي ممكن تنحت عليها أو أنت شغال عليها؟ في حجر يرانيت، وفي حجر اسود، وفي حجر اخضر جناوي، في يعني كذا. كلمني كده عن بتجيبها منين بقى يعني؟ بتلاقي صعوبه لما بتجيب انواع الاحجار دي، ولا في احجار سهله ممكن تجيبها زي ايه؟ وايه الصعب عليك في الاحجار؟ هو ايه الانواع؟ بالنسبه للاحجار، لما بعوز اي حاجه من الاحجار بنزل الشق التعبان بجيب اللي انا عاوزه، اي خامه انا عاوزها على الفكره او على الشغل اللي انا هعمله. ايه ممكن تقول لي نصيحتك ايه للشباب مثلا من ذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم او مثلا اللي هو حتى حد عادي ما عندوش اعاقه في اي حاجه، من الأسماء. نصيحتك ليها للشباب دول ايه؟ نصيحتي وكل الساده المشاهدين كمان اللي بيسمعونا دلوقتي، نصيحتي لهم لهم نصيحة. الاسوياء او ذوي الهمم. الاسوياء انا زي ما انتم شايفين كده دلوقتي اصبحت من ذوي الهمم. الأول كنت بتني البريزة بسناني، الأول كنت برفع جنب العربية بإيدي. الحمد لله والحمد لله ولله الحمد. وبقول لكم يعني ما فيش حاجة اسمها مستحيل لأي حاجة تكون في العمل الخير، في النشاط الصح، حتى في ذوي الهمم. اوعى تقول انا من تعبان، يعني نقدر نقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ما لا يأس. اوعى تقول انا تعبان. واللي عنده حلم لازم يسعى يكافح بقى، عشان احنا دلوقتي في الحياه كفاح، لازم يكافح طبعا. عشان يوصل عشان يحقق حلمه. وبلاش كسل لذوي الهمم، خلي النشاط شغال معاهم. بقول لكم يعني ادي انت شفتوا قصه حياتي، قصه كفاح، قصه حياتي، حياه كفاح. وطبعا ما يئستش، مع ان قابلتك عقبات كتير كتير جدا جدا جدا. انا يعني بعد الاعاقه زي ما اتكلمنا كده، وقعت من سقوطك من الطابق الخامس، اتجهت انك تروح للتريسيكل. والتريسيكل بامر الطبيب قال لك ما ينفعش انك منعك. طبعا فكرت في الموهبه اللي عندك، الموهبه القديمه، انك تنميها وتبقى مهنتك دلوقتي. ما عشان خاطر لقيت ان الموهبه دي وانا قاعد في البيت. قاعد في البيت لا اقدر اعمل شغل، واقدر اعمل ده، واقدر اعمل يعني. لقيت ان فعلا ان انا يعني، بس الفضل كله والشكر كله لاولادي لربنا الاول، ربنا طبعا، وثم استاذ صفاء طبعا. واولادك بنوجه لهم كل زوجتي التحيه طبعا. هم اللي شجعوني وهم اللي خلوني ابتديت ان انا اشتغل في النحت وابتدي حياه من جديده يعني. ولسه ما نشوف، لا ما نشوف لسه، في مش عارفين. بس بقى مش اسئله المشاهدين، ممكن اي حد مثلا من عند يعني عايز يشتري مثلا عند استاذ احمد، الاسعار فعلا في المتناول ولا حضرتك في حاجات غاليه وحاجات لا متوسطه وحاجات ممكن المواطن البسيط ممكن يشتريها منك؟ لا انا يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا الحاجه غاليه ولا كده، لا. انا بيبقى يزيدني شرف، يزيدني شرف ان الشخص يقول لي انا عاوز حاجه، يبقى انا يعني قدرني وقال لي
انا عاوز التحفه دي، او انا عاوز اعمل تحفه زي كده، او انا عاوز اعمل ميداليه بشكلي، يعني زي الحاجات دي ممكن تعملها بشكل اي حد يطلبها منك، ده شكل اي حد. ممكن بس الكاميرا تجيب لنا عليها كده. دي طولها يعني 5.5 سم في 18 مللي في 18 في 18 مللي. دي مثلا انا طلبتها مثلا منك كزينب، فتعملها لي غير كده ما بتعملهاش، يعني دي بالطلب. اعملها ده، بعملها بنفس الشكل بس. طيب استاذ احمد، وده الراجل الصعيدي الاصيل، الحاج دلوقتي الحاج احمد ابو محمود اللي هو ابو حضرتك، يعني ابويا يعني. والد حضرتك. طيب دلوقتي عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. في نهايه البرنامج كده وعرفنا قصه كفاحك في الحياه، كفاح النهارده، بتناشد مين من المسؤولين وبتطلب منه ايه؟ انا بنشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وبقول له لحضرته يعني شكرا، شكرا على اهتمامك بنا بذوي الهمم قمه. وبالنسبه لي انا يعني انا بشكره عن ذوي الهمم، وبقول للسيدة الوزيرة وزيرة الثقافة انها تبص. هو طبعا سيادته مهتم باصحاب بذوي الهمم او او ذوي القدرات الخاصة. وشفنا ده ولمسناه فعلا على ارض الواقع وفي اغلبية المؤتمرات، ما كانتش يعني كلها طبعا، يعني الاغلبية منها دايما بيكون معاه حد من ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة. يعني انا هو اطلق على عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة. انا هقولها بصراحة، انا من ساعة ما اتولدت ما شفتش رئيس جمهورية. ده بيدل على اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم. اهتم بذوي الهمم. متمثلة في القيادة السياسية سيادة الرئيس. طبعا. طب قلت لك بتناشده، انت كده شكرته، بتناشده تقول له ايه؟ بنجده واقول له يا ريس يعني عاوز اشتغل بنفس مهنتي لشباب بلدي واهل بلدي. يعني انت مثلا بتطلب مثلا وظيفه بال 5%؟ اطلب وظيفه ب 5%، اجمل كل عايز مثلا تعمل معرض تشرف عليه مثلا وزاره الثقافه؟ وزاره الثقافه، المعرض، اعلم المهني اللي زي اعلم طلبه تطبيقيه، اوريهم فكر الراجل اللي هو واخد الموهبه. طبعا يعني هعلم صح، انا عارف ان انا هعلم صح. يعني ممكن نقول دلوقتي طلباتك يا استاذ احمد ان انت بتشكر الرئيس الاول وبتطالبه بال 5% انك تبقى في وظيفه، ان دلوقتي مالكش طبعا مصدر، يعني لا مفيش مصدر رزق، مفيش مصدر رزق ثابت يعني. ما طبعا و اللهم صل على حضرتك. عايز السلام. هو انا بشكرك، يعني شرفتني ونورتني النهارده حضرتك واستاذه صفاء، بشكرها ان هي كانت شركه كفاحك. الحمد لله. واحنا بنشكرك برضه على البرنامج الجميل ده. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك يا رب ويزيدك اكتر واكتر. في نهايه حلقتنا انا بشكر كل الساده المشاهدين، بشكر استاذ احمد، بشكر استاذه صفاء على كفاحهم فعلا. وبنقول لكل الشباب ما تخليش حاجه توقفك، ما تخليش حاجه تنال من عزيمتك. وسياده الرئيس بقدم له طبعا كل الشكر من مكاني هنا. ونلقاكم في الحلقه القادمه من برنامجنا الحياه كفاح. سلام عليكم.